مذكرة سرية للسفير البريطاني في واشنطن أشعلت حربا دبلوماسية بين الحليفتين التاريخيتين. صحيفة The Mail on Sunday البريطانية نقلت عن السفير البريطاني كيم داروش في مذكراته المرسلة إلى لندن قوله إن رئاسة ترامب قد تتحطم وتحترق وتنتهي بوصمة عار، ونسبت الصحيفة إلى داروش قوله في إحدى المذكرات إنه لا يرى أن هذه الإدارة ستصبح أكثر طبيعية وأقل اختلالا وأقل تقلبا وأقل تمزقا بالخلافات وأقل حماقة وانعداما للكفاءة من الناحية الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إدارته لن تتعامل مع السفير بعد الآن، كما وجه سهام نقده لرئيسة الوزراء تيريزا ماي حول معالجتها لقضية بريكزيت واصفا تعاملها بالفوضوي. أود أن أقول إن المملكة المتحدة وسفيرها لم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد. نحن لسنا من المعجبين بهذا الرجل، هو لم يخدم المملكة المتحدة بشكل جيد. أستطيع أن أفهم ذلك وأستطيع أن أقول أشياء عنه، لكنني لن أزعج نفسي. حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت دعمها الكامل لسفيرها في واشنطن. الدعم الكامل للسفير لم يمنع لندن من فتح تحقيق للبحث عن المسؤول أو المسؤولين عن التسريبات. نحن بحاجة لمعرفة كيف حدث ذلك، ليس أقلها إعطاء الثقة لفريقنا في جميع أنحاء العالم بأنه يمكنهم الاستمرار في تقديم تقييم صريح لنا، وبالطبع ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية عندما نعرف المسؤول. لندن شددت أن السفير كان يقوم بوظيفته كسفير وهو تقديم تقارير صريحة وآراء شخصية حول ما الذي يدور في البلد الذي يعمل بها، وليست بالضرورة آراء ملزمة للسياسة البريطانية. وجاء كشف المذكرات في وقت تأمل بريطانيا في إبرام اتفاق تجارة مهم مع أقرب حلفائها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 31 من أكتوبر.